ما شاء الله، انهى الجهاز الحلقة بسرعة كبيرة، وجربنا نحرر الحلقة على جهاز آخر ما يستخدم تقنيات الفيديو ستوديو قبل التصوير، وأنهى عمله في وقت أطول شوي. الكمبيوتر ينهي عمله بوقت أقل مثل ما كان واضح قدامكم، وبفعل تقنيات فائقة السرعة، مو مثل الرجل الآلي اللي علق أول الحلقة لما فتحت متصفح الإنترنت. الفنانين هم أكثر المستفيدين من تطوير التقني اللي قاعد يزيد يوم بعد يوم، والمتوقع يكون الفن من أكثر القطاعات اللي تتأثر بالثورة التقنية سريعة التطور. تخيل يكون عندك مساعد فنان بذاكرة خارقة ويفهم عليك فورا، وإذا كنت ترسم يقدم لك نتيجة في وقت أقل بكثير من اللي تحتاجه. يتغير لون القلم اللي تستخدمه في الرسم في المستقبل، راح يكون من الطبيعي أن تتحدث الكمبيوتر باللهجة السعودية بالتأكيد. وفي المستقبل أيضاً راح تقدر تتفاعل مع الفيديوهات من خلال أدوات بسيطة تشبه أزرار تغيير درجة ارتفاع الصوت أو دقة الصورة الموجودة في اليوتيوب. حالياً راح نقدر نغير البيئة وعدد الأشخاص في الفيديو وأنواع وألوان ملابسهم من بين مئات العلامات التجارية المختلفة. هذا الأمر راح ينتج عنه عروض ترويجية تفاعلية لمنتجات الأزياء، مع القدرة على اختيار لغة أو لهجة الحوار بين شخصيات الفيلم أو مسلسل معروف، لتغير حركة الشفاه للشخصيات بشكل مباشر حسب اللغة المرغوبة، وكأنهم يتحدثون بعشرات اللغات أو اللهجات بشكل مباشر، بدل ما يكون الأمر مقصور على دبلجة الصوت فقط. وعند متابعة المسلسلات التفاعلية في المستقبل راح نؤثر بأنفسنا على القصة بتقديم مقترحات لتفاعل الشخصيات مع بعضها البعض، وراح نشوف النتيجة بشكل فوري وبواقعية كبيرة جداً. هذا الأمر ممكن يجعل مشاهدة الأطفال الفيديوهات أمر تعليمي وتفاعلي بشكل كبير، ويساعدهم في تنمية مهاراتهم الذهنية وتعليمهم القيم السليمة من خلال الشخصيات المحببة لهم. مستقبل صناعة المحتوى المبتكر والرسومات راح يكون مرتبط بشكل كبير مع الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلة، ومثل ما شفنا بدأنا بالفعل نشاهد كمبيوترات مميزة ترسم رسمات جميلة بمجرد تقديم بعض المعلومات البسيطة لها. لكن هذا مو معناه أن المستقبل للآلات، لأن الذوق والفن أبدي، وأهم عنصر فيه هو اللمسة البشرية. معناه إن الفن راح يكون مدعوم بالتقنية، ونقدر نلمس هذا الأمر بوضوح في قدرة البرامج الحديثة على تطوير عملية كتابة المحتوى وتصحيح الأخطاء، أو برامج الصوتيات اللي تقدر تصحح إيقاع أو نبرة الآلات وتسرع إنتاج المحتوى الصوتي بشكل تعاوني وبناء، مثل ما المطابع قدرت تسرع من عملية نشر الكتب بعد ما كانت تأخذ وقت طويل جداً لكتابتها بخط اليد. وما هو غريب، في المستقبل نشوف أشهر الفنانين اللي يقدمون أجمل اللوحات الفنية ما يعرفون يرسمون بيدينهم، لأنهم يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي لترجمة تصوراتهم ونظراتهم الفنية إلى واقع جميل وبسرعة كبيرة. يعني راح يتألق المشهد الفني بعناصر رقمية مبهرة يستحيل تمييزها عن الحقيقة، وراح نشوف المزيد من الرسومات المجسمة المقدمة في مشاريع هندسية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في دراسة التشريح البشري في كليات الطبية والأبحاث العلمية التفاعلية. ثورة المحتوى الفني قادمة لا محالة، وراح تصنع نقلة نوعية من جميع القطاعات من الإنتاج والترفيه، وإيجاد فرص ذهبية للمواهب المختلفة، وحتى تطوير التخصصات الفنية في الكليات ومعاهد الفنون. الجميع راح يكون مبدع وفنان في المستقبل. كيف راح يكون مستقبلك في المستقبل؟ شاركونا تصوراتكم على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.